طلبنا من السلطات المحلية من أجل تعامل ربما مع المقاولات اللي راهي موجودة حتى على أنها احترام الأجال التي فرضت واللي تفرضها أيضا التواريخ المحددة المرتبطة بهذا الشأن. الوتيرة الآن اللي راهي تمشي وتيرة يعني ربما أراها وتيرة عادية يعني ماهيش وتيرة قوية جدا، والسيد الوالي تعهد الآن باللي سيقوم بجمع كل هذه المؤسسات اللي موجودة من أجل أنها تعمل بطريقة التروفويت، يعني تخلي زونتربريز يخدموا كل يعني الدوام الكامل.